الفلسطينيين، ولكن خرجوا على الشعب عشان يخرجوا الشعب من الثورة الحقيقية بتاعته، لأن احنا بنقول الثورة قام بها الناس أصحاب المطالب الشرعية وقادها النبلاء والمفكرين والسياسيين وركبها الأوغاد. الأوغاد طبعا احنا عرفناهم هم مين، فهم اطلعوا حاجه اسمها مش عايزين مش عايزين حكم العسكر. مين هم العسكر؟ العسكر ده ايام المماليك، العسكر اللي هم جايبينهم في رابعه العدويه. طيب. فانا النهارده بخرج مصر من حكم باخد الشرعيه من الشارع اللي هو بيرد على كلمه العسكر اللي هم قالوها. الشعب النهارده بيقول عايز القوات المسلحه بتاعت بلدي بتاعت ولادي. طيب. بتاعت ابنائي، واحنا النهارده بناكد للشعب المصري ان احنا جيش مصر. تمام. طيب. دكتور ايهاب، حضرتك طبعا كان ليك تعامل كبير مع جماعة الإخوان المسلمين لأنك كنت أيضا عضو في مجلس الشورى، وطبعا احنا عارفين كان شكل مجلس الشورى عامل ازاي. استضفنا حضرتك مرات كثيرة، كنت بتعاني الحقيقة وقلتنا في حواراتك من مشاكل كثيرة تتسبب فيها هذه الجماعة داخل مجلس الشورى، وده اللي يخليني أسألك عن تقييمك لهذه السنة الفائتة وحكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر. أنا يعني كمنافس للإخوان المسلمين وخصم سياسي للحزب الحرية والعدالة لم أكن أتوقع هذا، لا هذا الأداء المتردي. يعني في الآخر سألهم حتى في مجلس الشورى، أنا كنت بقف وبقول بصوت عالي ده أنتوا كده بتأذوا نفسكم، يعني ما تعملوش الحاجات دي مش علشان بس مصلحة مصر، عشان أنت كده هتتأذي. أنا معارض هكسب طول ما أنت بتعمل الهبل ده، لكن وكنت بقول الكلمات دي، لكن مصر بتتأذي وكلنا هنتأذي كده. دي نقطة. النقطة الثانية، وقلت ده في مجلس الشورى، انت عارف ان انا استقلت يوم 29، انما انا قلت في مجلس الشورى ده من بدري جدا، من وقت حكايه الدستور وكتابه الدستور، ان انا قلت ان هناك اداء سياسي يتميز بعدم الاستقامه. يعني مش بس عدم الكفاءه، عدم الاستقامه. الاثنين دول يؤدوا الى وضع كارثي. يعني ما ينفعش واحد مثلا اقول له انا مأجرك تسوق لي العربيه من مصر لاسكندريه وبعدين الاقيه هيعمل بيا 100 حادثه ويقول لي لا احنا متفقين على مش هنزلك في اسكندريه. لا انت كده هتغرقنا، ما مش هينفع. نمره اثنين، هو نمره ثلاثه، هو كان فيه خروقات واضحه للنظام الديمقراطي. هو ظاهر يعني في ناس حافظه مش فاهمه، يعني فهمت ان حفظت انه الديمقراطيه يعني صناديق انتخابات، لا الديمقراطيه يعني صناديق انتخابات، ويعني فصل ما بين السلطات، ويعني حفاظ على حقوق الانسان، وفي حاجه اسمها عزل الرئيس الامبيتشمنت دي. فما حدث هو عزل شعبي للرئيس لابنه. طب انا هقطع بس كلام حضرتك يا دكتور عشان انوه ان في كلمه للشيخ الازهر بعد قليل هننتقل اليها في اي لحظه ان شاء الله. يعني كفايه اللي كان الاستاذ صلاح عبد المقصود بيعمله في بنات الناس. يعني انا قبل كده ما قدرتش اتكلم، يعني يتحرش في بنات الناس علنا، ده المفروض يمشي. ولو رئيس الجمهوريه ما يجيبش سيره خالص، رئيس الجمهوريه المفروض يعزل، لان ده انتهاك رهيب لحقوق النساء على الملأ. ها؟ يعني ده مثل يعني من مئات الامثله. جابر صلاح راح فين؟ بلجيكا. ايه التحقيقات اللي حصلت علشان نعرف محمد الجندي راح فين؟ ال 16 شهيد اللي ماتوا، والراجل جه وقال لك واحنا هنجيب وهنسوي واحنا مش عارفين اي حاجه لحد دلوقتي عن حرس الحدود. الموضوع تقصد رمضان، خمسه رمضان، دول ناس احنا مش عارفين ايه اللي حصل. ان قناه السويس يتقال هنعمل مصلحه. يعني شوفي احنا قاعدين في قانون وقاعدين في مجلس الشورى زي النحله، مش ملحق اعمل اي قانون فيهم اقاومه. يعني لو ما كنتش انا وقفت له قانون التزاور السلمي اللي هم كانوا عايزين يطلعوه عشان يقمعونا بيهم، كان زمان كل في رابعه اتقبض عليهم دلوقتي. كانوا عاملين قانون تزاور سلمي قمع جدا. واحنا احنا القوانين وبعض مواد الدستور اللي هم حطوها جاءت ضدهم مش في صالحهم. لا دي المسارقه يعني. دي الحاجه العجيبه، ان هم عاملين قوانين عشان يقمعونا بيها وفاكرين نفسهم افضل في الحكم على طول. طيب دلوقتي قانون السقوق ده مثلا كان حاجه غريبه جدا، في الاخر احنا سدينا 90 صخره، وبعدين اكتشفنا ان هذا القانون يتيح الى انه مشترين اجانب يخشوا في هيئه السقوق
ويبقى رئيس الهيئة دي مسؤول قدام رئيس الجمهورية فقط هو محمد مرسي، وليس أمام الحكومة وليس أمام أي جهة أخرى، وأمام هيئة مالك السكوك. يعني هيئة مالك السكوك دول من قطر وتركيا بقى اتصوحني خلاص، قناة السويس ما بقتش تبعني. يعني كانت حاجات في منتهى الغرابة قاعدة تعدي وإحنا بنقاوم وتعدي وإحنا بنقاوم. نجحنا في مقاومة أشياء منها وحاجات تانية طبعا الكتر الشجاعة. دكتور موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الآن من دعوة الفريق السيسي إيه؟ يعني هننزل له أعلامنا ده من أول لحظة تجاوبا مع هو أصلا الفريق السيسي تجاوب مع دعوة 30 يونيو وتمرد اللي كانوا داعين للنزول أصلا، لكن طبعا خدت الزخم الكبير جدا لما الفريق السيسي بما له من شعبية جارفة الآن في الشارع المصري أعلن إن أنا بدعو الشعب إنه ينزل. إحنا أصلا من لما تمرد أعلنت التنسيقية أعلنت إحنا جزء من حركة تمرد أصلا، وحزبنا هو أول حزب يفتح مقار في كل حتة لحملة تمرد. وكنت أنا والدكتورة بلغار أوائل القيادات السياسية اللي مضت علنا على ورق حملة تمرد. أنا عايزة أتوجه بالسؤال للسيد لواء نبيل السيد علي، يعني من فضلك تقول لنا لماذا احتاج الجيش الآن تفويضا آخر غير التفويض اللي بيعطيه لي القانون والدستور بأنه يدافع عن مصر والمصريين؟ احنا بنقول الشعب هو اللي طالب، واحنا كقوات مسلحة نسق كضباط متقاعدين، انا بقول انا كرجل متقاعد احنا النسق الثاني في القوات المسلحة والنسق الاول في الحياة المدنية، لكن القوات المسلحة هي الدرع الواقي لمصر في السلم وفي الحرب. النهاردة احنا دولة على شفا حرب اهلية او انقسام، مينا وحد مصر واحد القطرين، ومصر ومرسي شقها نصين. احنا النهارده بقى في فصيل في رابعة وفصيل في التحرير وفصيل في الجيزة، وممكن تحبه، فلازم ان يكون في حسم للامور، وخير من يحسم هذه الامور هو رجل القوات المسلحة الذي يملك الحسم والحزم. لا يملك الحسم والحزم في هذه الفئة أو في هذا الوقت إلا رجل القوات المسلحة. فأنا محتاج من الرجل الشارع علشان الغرب ما يقولش القوات المسلحة زي ما بيقولوا عليها انقلاب. انقلاب بأنهي شرعية؟ انقلاب حصل في شيلي، هل حصل بهذا الشكل؟ أمريكا حصل فيها 50 انقلاب، هل حصل فيها بهذه الديمقراطية؟ الشعب قال كلمته وقال بحرية وبحرارة والجيش سنده، واحنا معترضين ده ان الجيش جيش مصر يساند مصر، ده مش جيش مستزقة ومش عسكر زي ما بيقولوا، لا ده جيش مصر بينزل اثناء ما شعبه يطلبه، احنا تحت امر الشعب مصر. طيب احنا هننتقل الان لكلمة شيخ الازهر. بان الشعب المصري عندما كان توجهاته وانتماءاته سوف يعبر عن رأيه بصورة حضارية دون انزلاق إلى دائرة العنف أو مستنقع الفوضى، وأن هذا الشعب العريق لن يخذل مصر الوطن، مصر الدين، مصر الحضارة، وسيلقي على العالم كله درسا في تحمل المسؤولية وحسن التعبير عن الرأي. أيها المصريون، إن الأزهر لا يثق تماما في أن مفهوم هذه الدعوة للخروج غدا لا يمكن أن يكون إلا كما أوضحه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، من أنها دعوة للمصريين جميعا للوحدة والتكاتف ونبذ العنف والكراهية ودعم قواتهم المسلحة وشرطتهم المدنية وكافة مؤسسات الدولة للقضاء على جميع أشكال العنف والإرهاب والمخاطر التي تحدق الآن بالبلاد، بل تكاد تحرق كل مكتسبات الثورة المصرية العظيمة التي لا تزال تبهر العالم بسلميتها وتحضرها ورقي شعبها. ومرة أخرى شعب مصر العظيم يدعوكم أزهركم الشريف بحق الله عليكم وقدسية الدين لديكم أن تحرصوا كل الحرص على التعبير عن رأيكم بصورة سلمية تليق بكم وبمصركم، وأن تجمعوا صفوفكم
تصلحوا ذات بينكم وتوحدوا كلمتكم وأن تتنبهوا لما يحاك لكم ولوطنكم. أيها المصريون، هبوا الآن لإنقاذ مصر مما يتربص بها، وتحملوا مسؤولياتكم أمام الله والتاريخ، وأنتم قادرون على تجاوز هذه الأزمة وهذه المحنة، فتوكلوا على الله والله معكم، وحمى الله نصرا من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الطيب، شيخ الأزهر. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى كلمات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، التي وجهها إلى الناس في هذه اللحظات الفاصلة التي تشهدها مصر. فغدا هو يوم الجمعة 17 من رمضان، الذي يفترض أن ينزل فيه الناس ملبينة لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي طلب فيه تفويضا من الشعب للجيش لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل في الفترة القادمة. فضيلة شيخ الأزهر شدد يعني ضمن وقال في كلمته التي كانت في مجملها تعبيرا عن ثقتي في الشعب المصري وفي وعيه، ووجه له يعني دعوة للتعبير عن الرأي بشكل سلمي، وشدد على هذا المفهوم كثيرا، وقال إنه يثق تماما أن الدعوة التي وجهت من قبل المؤسسة العسكرية هي دعوة لجميع المصريين للتوحد والتكاتف ونبذ العنف والكراهية، ودعم القوات المسلحة وقوات الشرطة المدنية في مواجهتها لأي إرهاب وأي عنف يواجه مصر. مشاهدينا الكرام، إذن عودة لهذا الحوار على الهواء مباشرة مع ضيفينا الكريمين في الاستوديو من القاهرة، السيد لواء نبيل سيد علي الخبير الاستراتيجي والعسكري ومتحدث باسم مقاتلون من أجل مصر، وأيضا السيد الدكتور إيهاب الخراط أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. مرحبا مجددا. وكان الحوار توقف عند السيد. بس عايز أقول حاجة سريعا خارج السؤال بتاع حضرتك. عايز ألفت نظر القيادة المصرية، فهم دلوقتي طرحين حاجة اسمها مصالحة. أصالح مع مين؟ هذا الفصيل لا يصلح معه التصالح، وانا مش متشدد ولا حاجه، ولكن لما اجيب تاريخه من سنه 48 او ما قبل ذلك، لن ينفع معهم غير الرئيس جمال عبد الناصر الذي حل الجمعيه في سنه 54. ده نمره واحد. نمره اتنين، الرئيس انور السادات تصالح معهم وحب يعمل لهم وجود سياسي والمشاركه في الحياه السياسيه، قتلوه. النهارده انا لما جيت خرجتهم للمجتمع السياسي بعد 30 سنه من حكم الرئيس، انا شو بقول الرئيس حسني مبارك، ما بقولش الرئيس مرسي، ولكن جم اغتالوا البلد، اغتالوا البلد. انا النهارده مرسي ممكن يحاكم على قضيه مؤامره او تخابر، لا ده مش تخابر، ده تآمر. التخابر دي ليها جنايه، والتآمر على الوطن، التآمر باحتلال البلد، التآمر ببيع البلد، التآمر بقتل جنوده، التآمر بخطف جنوده، يعني في قتل 16 جندي، في اختطاف 3 جنود، في اختطاف 3 ضباط. فين هو؟ انا الرئيس جمال عبد الناصر في حرب الاستنزاف 73، في حرب الاستنزاف قبل 73 لما ضربنا المدمره ايلات، واخذ مجموعه من الجنود في الاردن، بعد جاب ملك الاردن هنا وقال له انت ضيفي لما جنود يجوا هنا. لكن انا النهارده ابيع الرئيس مرسي يقول له حافظ على الخاطفين والمختطفين، الرئيس مرسي يتآمر على 16 عسكري مش عارف هم فين، يتآمر على 3 ضباط من الشرطه، وراحوا زوجة ريحة الضباط تروح له يقول لها روحي اتجوزي، اطلعي جواز، هي بتدور على جوزها عشان جواز. ده راجل يحافظ على اولاده واولاد بلده، يتآمر على انا مش هنقول ان الاعلام مزور والبلد متحمل عليه، انا هحاسبهم على الكلام اللي بيطلع من بقهم هم. يستدعي دول اوروبيه يستدعي المحاكمات، بالتاكيد هنصل اليها يا ست. فانا عايز برضو من القياده السياسيه ان تحتجز، انا مش هقول تحبسهم ولكن تحتجزهم، اللي هيثبت براءته يقربوه في ميدان التحرير ويديله اعلى قياده في البلد، اللي هيثبت ادانته يعتقلوه وياخد اقصى حق. طيب احنا معنا على الهاتف المستشار امير رمزي عضو الهيئه القانونيه للكنيسه الارثوذكسيه. مساء الخير سياده المستشار.
المستشار امير رمزي، حضرتك سمعنا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طيب وحضرتك بصحه والسلامه. طبعا لا يخفى عليكم على ولا على احد، بكره يوم ايضا من الايام الفاصله في التاريخ المصري. كيف ترى هذا اليوم اولا؟ انا اولا برى الاول شخصيه وطنيه عظيمه اللي هو السيد السيسي، قد ايه رجل عظيم بيتكلم مع الشعب المصري بلغه من رجل الى الشعب، لغه فيها شفافيه واضحه، بيتلقى اوامره من الشعب زي ما هو قال. يعني حقيقي انا سعيد جدا بهذا المشهد العام اللي هو يعني انا شايف بطله هو الفريق السيسي. الحاجه الثانيه ان طبعا بكره هو يوم انا بعتبره يوم تاريخي، لان هذا اليوم الذي يلبي فيه الشعب نداء القوات المسلحه بالنزول لتكليف ما ان الشعب يكلف القوات المسلحه بمحاربه الارهاب ومقاومه العنف بالقانون بدون استفتاء، بدون ما الشعب ينزل علشان يقرر بقانون طوارئ يضبط هؤلاء ويتعامل بهذه الصوره، ولكن بصوره ديمقراطيه عظيمه جدا بيتجلى فيها الفريق السيسي وهو ينادي الشعب بنزول الشوارع لتفويضه. انا يعني بعتبر ان دي صوره في قمه الديمقراطيه، في قمه الشفافيه. يعني انا في اعتقادي ان كلنا هننزل قضاء، ويعني انا عايز اقول الشعب المصري كله بكل فئاته مسلمين ومسيحيين وكله هيكون متواجد في الشعب، مش علشان بس يفوض الجيش والشرطه بهذه المقاومه، ولكن علشان خاطر يلبي هذا التواصل اللي طلب منه ويحقق ويكمل هذا المشهد الديمقراطي العظيم. طيب هسألك سؤال آخر مستشار أمير رمزي، ملوش علاقة قوي باللي احنا بنقوله، ولكن يعني بما أنك موجود معنا وأنت مستشار، النهاردة تم شطب 75 قاضي مؤيد لمرسي من عمومية نادي القضاء لإصدارين بيان يتضمن عملا سياسيا، هم طبعا قضاة تيار الاستقلال. تعليقك على هذا الموضوع. هو حضرتك الموضوع ده ليه تاريخ، هو احنا كنا متواجدين من حوالي 6-7 شهور وتم الاستفتاء في الجمعية العمومية اللي انعقدت في دار القضاء العالي، الكلام ده كان تقريبا من نوفمبر لديسمبر اللي فات. وفيها اعلن المستشار الزند عن راينا في شطب هؤلاء القضاة اللي بينتموا لجماعة الاخوان المسلمين، واعلنوا هذا الانتماء بهذا التمييز، ولا يصح ان القاضي يعني يتميز في ادائه بهذه الصورة. فطبعا احنا كلنا صوتنا وطلبنا فعلا الموافقة بشطب هؤلاء من الجمعية العمومية. انا اللي انا اعرفه ان من وقتها لحد حتى الان لم يتم تنفيذ ذلك، لان طبعا كان مجلس القضاء الاعلى في ذلك الوقت لم يساعدنا على ذلك، وايضا وزاره العدل لم تساعد على ذلك، لان كانت الوزاره يعني تم السيطره عليها بالكامل من جماعه الاخوان. انا في اعتقادي ان هو بدايه تنفيذه هذه الايام من بعد ما الحكومه الجديده تشكلت، لكن عايز بس اوضح حاجه، لان معنى شطبهم مش معناهم ان هم اترفدوا وطلعوا بره العمل القضائي، لكن هذا الامر يحتاج الى تحويلهم الى التحقيقات ثم من التحقيق الى لجنه الصلاحيه في مجلس القضاء الاعلى، وهذا يستلزم لان الخبر كان بيقول شطب 75 مؤيد. الشطب دول انا في اعتقادي يعني عقوبه معنويه، يعني المفروض ان اللي احنا نستمع ليه علشان هؤلاء لا يمارسوا عملهم مره اخرى ويخرجوا بره السلك القضائي، يجب يقول تحويلهم الى الصلاحيه، او ان المجلس القضاء الاعلى حكم بعدم صلاحياتهم للعمل، يعني دي اللغه اللي احنا نقدر نسمعها، لكن هذا الشطب هو اجراء من اجراءات التحقيق في اعتقادي. انت فاهمني ولا يعني اجراء معنوي اكثر من ما هو عمل يعني. طيب شكرا لك المستشار امير رمزي عضو الهيئه القانونيه للكنيسه الارثوذكسيه. هو استاذن حضرتك بس في حاجه كنت عايز اكمل بيها. في ايام الاحتلال الانجليزي مكرم عبيد سياسي مسيح الديانه، والمفروض ما اقولش مسيح الديانه ولكن بقولها متعمد، لانه دخل الازهر واعتلى منبر الازهر وقال اذا كان الانجليز جايين يحموا اقباط مصر فليرحلوا الاقباط وتبقى مصر. يجي النهارده جماعه الاخوان المسلمين تستدعي الاجانب لاحتلال مصر عشان اجل كرسي؟ من هم الاخوان المسلمين؟ وين هو الكرسي؟ وليس تملكه. طيب اذا يعني نعود لاستكمال تساؤلات اخرى بتدور في اذهاننا الان سيد لواء، يعني بعد اذن حضرتك بوجه سؤال للدكتور ايهاب الخراط. دلوقتي
الفريق السيسي وجه الدعوة للناس انها تؤيده او تفوضه، تفوض الجيش المصري في مواجهته للإرهاب والعنف المحتمل في الفترة القادمة. من وجهة نظر حضرتك طبعا الموضوع له جانب يعني امن وعسكري وفي سلاح، لكن الجانب السياسي لمسألة مواجهة العنف والإرهاب اللي حاصل الآن من وجهة نظر حضرتك بشكل مثالي، يعني ايه المطالب اللي ممكن حضرتك تتصور انها يعني مطلوبة الآن لمكافحة الإرهاب ولا؟ يعني انا اعتقد انه هو لغة الفريق اول عبد الفتاح السيسي لغة سياسية وعلمية راقية الحقيقة ودقيقة، يعني هو قال الاتخاذ اللازم في حال لجوء الطرف الآخر للإرهاب والعنف، فيعني اللازم، وده في المعنى الحقوقي والسياسي استخدام ما يسمى القوة المتناسبة. يعني لو واحد رماني بطوبة مش هفتح عليه النار، لكن لو رماني بمدفع وار بي جي زي ما احنا بنشوف في سينا مش هستخدم وسائل الدروع، لازم استخدم برضه أسلحة ثقيلة. ما ده المقصود بالجانب العسكري، لكن انا بسأل حضرتك الجزء السياسي. الجزء بقى احنا هنا بنتكلم على الجزء الحقوقي اللي انا ذكرته لحضرتك، اللي هي استخدام القوة المتناسبة مع عدم انتهاك حقوق الانسان. انا اعتقد، ويسمح لي سيادة اللواء ان انا اختلف معاه، انه الاخوان المسلمين استفادوا من فترة وجودهم تحت الارض. انا واخصه اكثر ما اخصه لما طلعوا على بجد، وانا عايزه يتكلموا مستشفيهم معانا، انا عايزه يبقوا قاعدين جنب كده ويقولوا، وكل ما يتكلموا واحنا نتكلم كل ما الناس كانوا قاعدين جنبك يا دكتور ايام كان التلفزيون مختطف. هو ده اللي خسرهم، يعني هو ده اللي احنا انا عايزه بالعكس يبانوا ويقولوا كلامهم عشان الناس تعرف مين اللي بيتكلم كلام معقول، مين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم. فهم لما طلعوا بعد الثوره مباشره الناس قالت اه ده دول بتوع ربنا وكانوا مظلومين وبتاع، لان محدش لحق يسمعهم في السنه دي. الناس سمعتهم وشافتهم وشافت ان هم لا بتوع ربنا ولا حاجه، لان مفيش حد بتاع ربنا بيكذب زي السلام عليكم، يعني كل يوم يقول حاجه ويعمل عكسها. اخر حاجه يقول لك انا مش هطعن على قرار النائب العام ويطعن، مش هطعن على قانون الانتخابات ويطعن، يعني حاجه عجيبه جدا. فكان وجودهم على السطح هو اللي خسرهم الشعبيه بتاعتهم. فانا بشوف انه من لكن في ضوابط، يعني استخدام رشاوى انتخابيه لازم يقف، ايحاء انه انتخاب مرشح معين هو واجب ديني ده لازم يقف، استخدام الدين يعني في العمليه الانتخابيه. يعني انا طبعا شايف ان الماده اللي كانت في قانون الانتخابات مش دقيقه، اللي هو حظر الدعايه الانتخابيه دي مش دقيقه، انا مش حظر الدعايه الانتخابيه على اساس شرعي ان انتخاب مرشح معين او قائمه معينه دون اخرى. طب ما ده وصلنا للنقطه اللي بتقول ان هناك مطلب منع تكوين احزاب على اساس ديني، وايضا طبعا من ضمن مطالب حل جماعه الاخوان المسلمين اللي البعض بيقول انها بالفعل هي محظوره. يعني انا لا بالعكس، انا عايزهم يطلعوا ويظهروا ويكشفوا حساباتهم ويقولوا لنا هم مين وبيعملوا ايه، واي حاجه بتبقى خارجهم تبقى خارج على القانون. في جمعيه وكانوا عاملين قانون جمعيات حاطين فيه حاجه اسمها هيئه جامعه وبتاع، ماشي يا سيدي انا وافقت اعمل هيئه جامعه، بس وريني انت فلوسك بتيجي منين ورايحه فين، كل حاجه مش هعذرك على اي حاجه، انما اي حاجه هتعملها خارج القانون تحاسب فيها بالقانون. وبالتالي ال 20 30 الف ولا 100 الف الموجودين في رابعه دول مش هنرميهم في البحر، انما اللي بيغلط في بيخترق القانون بيعذب واحد يمسك واحد يقطع ايده ده يتحاسب. لو الناس اللي ما بتغلطش وعايزه تعمل مظاهرات سلميه وعايزه تعمل احزاب سياسيه وفق القانون وفق الاسس الديمقراطيه السليمه بدون اعتداء على السلطه القضائيه بدون اعتداء على حقوق الانسان، اهلا وسهلا. تعتدي على حقوق الانسان دي ما فيش فيها ديمقراطيه، يعني ما فيش حاجه اسمها انا ديمقراطي طالما انتخبتوني انا بقى هقضي على حقوق النساء ولا هقضي على حقوق الديمقراطيه التي جئت بها. ها يبقى ده بتقضي على الديمقراطيه. الديمقراطيه يعني انك تسمح لكل الشعب انه ياخد فرصته ايضا، فما تقدرش يعني تهمش نساء، ما تقدرش تهمش اقليات، ما تقدرش تبيع الوطن وتقول اصل انا جيت ديمقراطي، فمش مهم حلال وشلاتين، مش مهم ياخدوا 2000 كيلو من سينا، مش مهم سينا عشان انا، مش مهم قناه السويس عشان انا منتخب ديمقراطيه، لا انت كده عديت الديمقراطيه. الديمقراطيه ليها يعني اسس اساسيه، ما ينفعش انت تعمل زي هتلر تنتخب ديمقراطيا وبعدين تقمع الشعب، ده مش هيسمح بيه.
لا هو يعني بعد اذن حضرتك. طيب لا بس قبل ما نوصل سهل مش مختلف معاك حضرتك مقتنع تماما وانا مبسوط على فكره ان الاخوان مسكوا الحكم لو كانوش مسكوا الحكم كنا هنقول يا سلام الناس بتوع دول وبتوع ربنا وكويسين. صحيح لازم اتعرف انا عايز اضيف برضه لسؤالك اللي عمال بتسال او عمال تلح عليه الفريق السيسي والناس وهو طلب تفويض. لا انا بقول لك ده تكليف من الشعب للفريق السياسي. انا مسألت السؤال ده خالص حضرتك اللي سألت. هو تكليف من الشعب والقوات المسلحه دايما في خدمه الشعب لان احنا حمايه الشعب. احنا سؤال تفويض بل يعني استخدم تعبير يدوني امر امر واحنا دايما القوات المسلحه تحت امر الشعب والفريق السياسي احنا بنقدم له التحيه. ولما بعض الناس قالت احنا عايزين نديله مشير احنا لها تكفير رتبه مشير ولا فريق لان هو اللي بيشرف الرتبه مش الرتبه اللي بتشرفه. طيب بينضم لينا عبر الهاتف الان السيد مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهه الديمقراطيه. السيد مجدي اهلا بك وبعض التحيه. يعني ما موقف حزب الجبهه الديمقراطيه من التظاهر ونزول غدا لتفويض الجيش في مكافحته للارهاب والعنف؟ لا تحتاج الى جدال او مجادلات حزب الجبهه مع رفاقنا في جبهه الاخلاص. نحن موجودين في ميدان التحرير غدا منذ الساعه الثالثه عصرا وحتى نهايه اليوم او اما بطلوع فجر يوم السبت. الاستاذ ايهاب الخلاص يشرفكم في القناه وهو زميل في جبهه الانقاذ واهلا جيدا استعداداتنا كجبهه الانقاذ للخروج غدا. احب بس ان اؤكد ان الفريق السيسي بكلماته القصيره الواضحه تحدث كرجل دوله يعي معنى الدوله وخرج بكلمه انا اراها من وجهه نظري اخذت مصر من مصاف الدول النامية ديمقراطيا الى مصاف الدول المتقدمة عندما اطلق جملة مكونة من اربع حروف الجيش المصري يريد تفويض الشعب. هذه الجملة نقلت مصر نقلة من المستوى النامي كدولة ديمقراطية الى دولة متقدمة بانها اعطت السيادة مرة اخرى التي افتقدناها على مدار الستين عام الماضية الى الشعب المصري. وبالتالي نحن امام احد المكتسبات الهامة للثورة المصرية التي اخذت من خلال خطاب لم يستغرق اكثر من ربع ساعة. هذه احد المفاهيم التي اريد ان اوصلها الى من يواصلون المزايدة في القنوات وعلى الصحف وفي المقالات بان هذا حكم على هذا ليس انقلابا عسكريا. ان كان هذا انقلابا عسكريا فدعني اقول ان كان يمكن ان يطلق ذلك على المجلس العسكري السابق الذي تسلم السلطة من رئيس عسكري اذا كنا نريد ان نطلق عليه انقلاب عسكري. لكن هذه سلطة مدنية اخذت حقها وقررت مصيرها بيد الجيش المصري الذي لن نزايد ابدا ولن نقلل ابدا من وطنيته او احد افراده. طيب شكرا لك استاذ مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهه الديمقراطيه. سياده اللواء اكيد الموقف الدولي ايضا ليه ضلال عما يحدث فيما يحدث